كلمات كلمات الأغنية ديال ديال بلا عنوان. وانا اللي قلت حبيبي عمره ما ينساني وما ينساني وما ينساني ودار في اكثر من اللي دار وكي واحدة عدياني. اغنية فيها اغنية فيها واحد تويشية ديال الناس غيوان ديال سلام اخويا. في الاغنيه قلتي يا كنت تشوفوا حالي يا كنت تشوفوا حالي. وكيف حالك انت يا هاد اليامات؟ لا هاد اليامات بخير الحمد لله وديما ديما بخير. كنتي في لبنان؟ كنت في لبنان. هذيك التلفازه جديده هذيك بحال نتفليكس ديال العرب سميتها تين تايم غتحل صافي راه حلات غيبداو داروا دي برودوي بزاف افلام مسلسلات كلشي بالعربي كلشي بالعربيه. علاش مشيتي انت؟ عيطوا لي باش نغني معاهم في الحفل. مزيان هذا كل الحفل كان فيه جورج واسوف. كانوا كاع هضرتي مع جورج واسوف؟ هضرت معاه قال لي انتم المغاربه والله فنانين والله بصح والله العظيم قال لي المغاربه فنانين كبار عندكم واحد الفن خطير. تلقيت مع وائل كفوري؟ لا عسل حلاني بزاف. هضرتي مع عسل حلاني؟ لا ما هضرتش معاه لان كنا بجوج غنغنيو سيغ سان. خاصك انت وياه؟ لا علاش بالعكس الله عمر هضر عسل غزاله بدا في ظريف 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 رجوله سبحان الله. عاد كاين شي فنان بحال هكا كيبان فيهم ظريف من وجهه كاين العكس عاوتاني كاين اللي ما كتبانش فيه ظريف هو ظريف كاينين ياك. لا كاين اللي ما كتبانش فيه ظريف هو قبيح هذيك ما مزويناش بزاف. كاين شحال كتلاقى مع شي واحد كتفاجئ بالشخصيه ديالو ماشي هي. لا ولا يا اختي لا زعما كنقول لك ماشي بحال شكون دابا داك الشيء صافي مشى قلنا سمعك صافي بحال مومو دابا كيصحابك ظريف فاش كنجي هنايا كدوز معايا داك الشيء اللي عطى الله وكتقلب وجهك هادشي اللي كاين كتخرج من هنايا وتبقى تحط معايا. لا بالعكس لا حاشا داروها من قبلك ها داروها ما تصدمنيش دير انت فهمتيني كتخرجوا من هنا كيخرجوا من الشو كاين شحال كيخرجوا من الشو الناس قلال ماشي بزاف كاين شحال كيخرجوا من الشو كيبقاو كيمشيو يبقاو الجولف كيمشيو يدرايفوني كيحطوا راسي في الكره يبقاو على سولتشيني. لا لا بالعكس ديما كان لا كتحك معاك لا كتوقع كتوقع هي كتوقع كتوقع بحال شكون بحال شكون اللي بان لك بالنسبه لك ظريف هو قبيح. لا ما نقدرش نقول شكون كاينين. لا ماشي كيبان قبيح علاش ما تقولش شكون اصاحبي علاش لا كيبان لك في واحد الصوره بحال شكون هاتم شي واحد شي فنان تلاقيتو كان تيبان لي ظريف ولكن من بعد ما فاتيكا انا نقول لكم شكون انا نقول لك انا نقول لك هاتم كيفكر زعما يقول بون غادي تقول لي حيت ماشي ما نقولوش مغربي ولكن حيت نقول لك شي حاجه اللي هي فغي انا كغون فان ديال الجروب ايام ياك وتلاقيتهم واحد النهار ولو تكست ديالهم وداكشي اللي تيعاودو سي تري هيومانيست اوكي. ولكن هما جوج في الجروب أيه. واحد فيهم كنت تنتخيلو لو ميشون اكسيتيرا صدق هو اللي ظريف معايا بزاف بزاف والاخر اللي كان تيعطي داك ليماج في لابريس ديال ظريف اللي سميتو شوريكان فريمون هيومينمون صعيب بزاف يعني تري اوتان وكذا وما تيتواضعش دونك لا جيتي شوكي حتى انا كنت صغير ذاك الساعه وجيتي ان كرون فان سا شوك. انا كاين موازين كيبانوا لي مي مو عرفتيني واحد دابا الفنان حسب فين تلاقيتي معاه واش من ظروف تلاقيتي معاه فهمتيني واش تلاقيتي معاه من بعد السهره قبل السهره واش كيكون ستريس بعد خطرات انا يقدروا بزاف الناس ما يكونوش متفقين معايا ولكن وقعت لي مارسيل خليفه. مارسيل خليفه مارسيل خليفه كان بالنسبه لي ايقونه وكنحمق عليه وحافظ الاغاني ديالو كبرنا معاهم في تلاقيتي معاه ولكن تلاقيتهم في واحد المهرجان كانت عندي تغطيه المور السهره ديالو كنت بغيت ناخذ معاه تصريح دفعني المانجر ديالو هو ما دارش رياكسيون وهو ما دار حتى شي رياكسيون بقيت بقى فيا الحال بزاف من ديك لا ما كنتدارش مارسيل خليفه واش تيمني دار معاك هكذاك مسكين مابقاش كيغني كاع وباقي عايش هو بيان سور مازال عايش ساكن في طنجه كيجي للمغرب بزاف دابا خلاص وعنده دار في طنجه ديما مارسيل خليفه انا عارف كتسمع للشوكولا صباح لازم تقدم الاعتذار ديالك لاخت لمياء ماشي لمياء اسمعي الاستاذه لمياء الله يخليك ان الاستاذه لمياء بحر الدين اسمعي يا كون تشوفوا حالي يا بعدو واش صرالي احسن حاجه تبغى تصرى ليك توقع ليك حاتم احسن حاجه تمنى توقع ليا تمنى توقع ليك شي شاف رمضان شي شاف رمضان هذا عام هذا شي شاف رمضان شي شاف رمضان يكون برع يكون شي شارد المعقول. لا هو شوف عرفت ديك الاشارات اللي كيطيحوا في رمضان كاين شي اشارات كيطيحوا الدقيقه 90 رمضان كيبدا وكيقعدوا من الشي بيجي شي 200 مليون باقي محطوطه الشيطه هذا من اللي عاد من عطيوها لي من خصها عطيوها لشي واحد هادي اللي ما عطيوها مزيان راه مزيان عطيوها لي عطيوها لك ان شاء الله يا ربي كاملين كاملين استاذه تاهي تاهي تعطى شي 300 مليون عليك انت اخويا حنا غنديرو حنا لا والو تنجمو انت يا اخويا فهمتي لا والو تنجمو انت على قبل شي شوف على قبل شي ماكله على قبل شي قصه على قبل شي حاجه تقلب هذه الاغنيه بلا عنوان ترجعها بالعنوان بالعنوان نقول لهم هذه هي العنوان
دير اشاره ديال من دير دير اشاره البريد شي برا بلا علوان شي واحد شي فاكتور تال نشوفوا حالي بصح واش منك اخويا شي اشاره مزيان تعمي فاتت شي اشاره درت اشهار مزيان و... آه. وخلينا دابا هذا العام ساحوا شويه مور هذاك الاشهار ما مالك اخويا خدم على راساتك ما كنت ما شوف كاينين بزاف ديال العروض كيجيو كنفضل ما نديرهمش لان مازال باغي نطولوا شويه حتى الا بقيت طاق طاق بربلاق ما بغيتيش تبقى تعاود تاكل رمضان لا ما كرهتش كل رمضان ولكن خصو يكون داك الشيء اللي غيجي مع ليماج ديالي فوالا صافي مزيان اخويا غادي دير اغنيه مسلسل ياك اياه المسلسل واعر سميتو مسلسل سميتو الماضي لا يموت الماضي لا يموت بطولة رشيد الوالي فاطمة خير امين ناجي داداس عزيز سارة بيرلس سارة بيرلس دير شي ميساجات فوكال عندك تما دوز صحن بس دوز سمعك شي ميساج فوكال ديالي حيت شي واحد القضية عطيك تليفون عطيك تليفونك ياك وندخل واتساب ندخل واتساب ونعزل اي كونفرساسيون ورك على اي مساج الله اكبر دابا جاي انت منقي تليفونك مزيان والله سيدي منقي واش تقد عليها لا ما نقدش عليها ها شوف ما تخرج شي كارثه ولا شي اشهار ولا شي حاجه هادشي راك نهضروا في الاشهارات بزاف تقولي لا هاكا نازله لي لا هكا بخير تو صافي ديروا ميساج نديروه ديروا ميساج قدوا عليها قدوا عليها تقد عليها صافي باش نعزل لك الميساج لا ما قدش على اخويا لا شحال صعيبه هذه اش راح تقول اعدام هذا واعره دابا هذا زوينه دابا بدنا نديروها واعره دابا واو انا ندير واحد القضيه عزلت كونفرساسيون مع شي شخص معين ونعزل انا الاوديو اللي بغيت ونعزل الاوديو اللي بغيت هذه مزيانه تحال يلاه زيد هذه شويه مزيانه وانا تخلعت ما عندي دابا اللي غنديروا دابا حالتي مع مورو انايا غادي نتبادلوا التليفونات ديالنا غادي نحل انايا الواتساب وهو هو يحل الواتساب ديالو غادي يعزل شي شخص معين اللي كيهضر معاه وغادي اي اوديو اي اوديو ها الله ليس هناك اي نقاش الحمد لله ليس هناك اي نقاش حول العزل ديال شكون مع من على هكا تبادل هذا علقي انت علقي تبادل في هذا الاثناء كيتبادلوا التليفونات حاتم عمور عطى التليفون ديالو لمومو ومومو عطى التليفون ديالو لحاتم عمور اختار ليه لا كونفرساسيون ودابا في اللحظات الحاسمه واو 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 شكون اللي غيبدا الاول انا ورك انا الاول اي ميساج اي واحد بغيتي اي ميساج لا كونفرساسيون بين من لا هذاك الميساج لا اختار اللي بغيتي انا ورشيد الوالي انت ورشيد الوالي وهضره مع رشيد الوالي واخا هذا ميساج مصيفط لك هو ولا مصيفط لي نتايا دابا انا صيفط ليه الاغنيه اييه باش يشوفها واخا فاق سبتالي مع خمسة الصباح أيه. وبيان سيغ هو يكون نعاس لا وكان فاق هو فاق يصلي فجر يمكن ودابا باش كتقلب الفوق يمشي في الما بغا في الكونفرساسيون ويلي انت عطيني كونفرساسيون فيها اوديو واحد اصاحبي وراه هو هذاك الاوديو اللي خصك تسمع ويلي عطيك واحد شبعان فيك سباد تطلقوا دابا شبعان فيك انت ولا في انا فيك انت فينا مشوش انت راك هادشي علاش كتقلب ا مومو الناس راه مشاو لا بدي لك هذا لا ليتس جو انا مورك على هذا واخا عزلتها سهله كتقلب بزاف راه ما تلقاش لقيتها ما كاين والو عندك اوديو واحد مع رشيد ولا صاحبي وصافي صاحبي ورك عليه اعطي اختيار اخر حاتم شنو بغيتي منفتو لا ما بغيت صافي غنورك على هذا فين هو هذا نيت هذا قبل ما نسمعو نقول لك غيكون في رشيد كيقول اغنية عجبتني بزاف شكرا لك لا واسمع اسمع صباح الخير خايا حاتيم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك اغنية زوينة بزاف وكيبان فيها الصدق ديالك والبحة ديالك الجميلة اكبر كذاب وهذا شكون هو؟ انا ولا رشيد؟ لا رشيد فنان عظيم اصاحبي كضحك هذيك بان الصدق لا انا كذاب ولكن في الاغنية صادق عاد دابا ولاو كيوصلوك لي زوديو سي رشيد شبح ليا درت هذا الاوديو بلا ما نتشاور معاك ولكن راه غنضيف في المسلسل كامل شي حاجه زوينه بزاف والله يوفقك وشكرا على هذا البارطاج اي جو سوي تري كونتون لا جو سوي
مطمئن ان الجينيريك غادي تسمع وغادي يحبطوا الناس. ميرسي اخويا الله يفقك وسلم بزاف بزاف على المدام. الله يعاونك. شكرا سي رشيد. الله يسلمك. شكرا بزاف دابا رشيد راه تفاجئ كيسمع هادشي عاد راه كيديروا مومو راه ماشي انا سير انت سمع تفيرويه التليفون ديالك مشان الوقت صافي والله نسمعوا بالله غنسمعوا غندير فرق وغنعزل اي حاجه اخرى بشي حاجه اللي بغيتي. شوف انت اللي بغيتي اي اوديو بغيتي تماك في هذيك الهضره الكونفرساسيون اللي بغيتي اي وحده اي اوديو اللي بغيتي ديالك انت هذا واثق من الخي هذا الصفحه نقيه كلها عطيت كونفرساسيون مع موي اش غيقدر يكون كاع فهمتيني مع 12 ضحك سيدي مع 12 ونص وجوج بجوج ديال السوايع صافي سمعتي بغيت سمع اخر سمع اخر زيد الله يخليها لك اخويا الله يخليها يا ربي امين. دابا غندوزو لهاد اللعبه هادي زوين هاد اللعبه واعره كونسيبت واعره والله يعني كونسيبت واعره بدنا نديرو زوين نوتكم نتوما بجوج راه لا بلاش عفينا حاتي بلاش عفينا لا ما صالحش هاد اللعبه يلاه حيت واتساب اي اوديو د حاجه ما تحلوها تقعد تسمع تسمع زين زين قال لي زودو قال فيهم زين زين يا كون شوفوا حالي يا بعدو واش استرالي وعليها كيا جيت نحيدو من بالي يا ميمتي زاد هبالي شي حاجه شفتها مؤخرا هبلاتك عجبتك بغيتيها بغيتي تاخذها بغيتي تشريها بغيتي تكون عندك نتايا كنت في دبي ولا عيتي دبي الحمار عجبتني هبلاتني بغيت نكون عندي دبي واخويا ما كرهناش اي حاجه زوينه راه بزاف الحوايج كيهبلوني بغيتو ماشي حاجه والله العظيم الا ما نكذبش بلا ما دير فيها زعما لا بصح بصح الحاجه اللي بغينا هي الصحه والسلامه صافي سيدي مزيان الله يعطيك بصح والله حق الله انا بصح اخويا داك بحكت مع عمي الله يذكره بالخير مشيت شفتو مريض شكون والله راجل كبير مشيت شفتو البارح مشيت كديت من حدا الدار ووقفت نقص معاه واحد شويه وجلست معاه في واحد البلاصه اللي هذاك الصالون اللي كلينا فيه مجموعين مع بابا الله يرحمه فهمتي مع مرت عمي الله يرحمها هذاك الصالون ولقيت راسي جالس انا وياه راس في الراس فهمتي وكنعقل عليه هذيك كاع ديك الحركه اللي كان كيدير معايا هو كان هذاك عمي فاش كنا كنكملوا كان هو السبونسور اوفيسي ديال المسكه فهمتي هو عنده المسكه الوحيد عنده المسكه في العائله كلها كاين كيبقى هذيك مسيكه تفكرته قلت سبحان قلت الحياه خصنا الصحه مهمه خصنا نتهلاو فيها حاجه مهمه وانه خصنا نعيشوا الحياه اصاحبي نعيش الحياه بيان سور فهمتي الانسان يصرف على راسه ما يقولش غنخليها هذه مزيان ولكن تهلا في راسك يا الاول ترى عيش ايش اخويا زعما القعد زي حق الله العظيم الزيار في فلوس ولا الزيار مثلا مع الناس واش اللي يقطع عليك ما كاين لا وحق الله العظيم علاش كنبقاو نضيعوا الوقت ديالنا في هذا الشيء ويلاه يا ميمتي زاد هبالي واه علي بيا ويلا راح اللي نبغيه شنو يبغى ليا اللي بغى يحب نوصيه ما يأمن للدنيا وان انت كتأمل للدنيا الصراحه ما كنأملش للدنيا ديما كنت خايف من شي حاجه طرا ولكن الكتاب ديال الله ما كاين مشكل انت كتحس براسك حسن الا كنتي ما مامنش الدنيا ديما حاضي يا كتحس براسك حسن حيت كي كيكون حاضي طالقه ناشره لا عاوتاني خصك ما تامنش ما تبقاش داير طالقه خصك تحضي مع راسك تجمع من النص وي ما يامن للدنيا وانا اللي قلت حبيبي عمرو ما وانا اللي قلت حبيبي عمرو ما ينساني وما ينساني وما ينساني لمن تقول راك نسيتيني شو عن نساك ما بقى سول فيك خاصك نساني ما بقى سول فيا ما كذبش عليك انت واحد كل شيء ناسيني أول لا بالعكس تواحد اللي بغى الله يلي كاينه هادشي اللي كاين هو دار فيا اكثر من اللي داروا فيا عدياني شكون هما عديانك؟ شكون هما عدياني؟ الاعداء ديالك الاعداء ديالي هما اللي كنبان لهم انا عدو ديالهم هو الاعداء ديالي يعني الاعداء ديالي ما قول اصاحبي بلاش نقول شكون هما الاعداء بالضبط الاعداء ديالي شكون هما الاعداء ديالي ما هو شكون العدو اللدود؟ سيد اللدود زوين العدو اللدود انا ما كنعرفهمش وجاههم ما صراحه ما كنعرفهمش وجاههم وكنقول لهم الله يعطيكم شي قلب مزيان ما تبقاوش اعداء ديالي
امين ما غاتسميش ياك؟ لا ما بزاف واخا ودار بزاف واخا ودار فيه اكثر من اللي داروا فيه عدياني ممتي حياني ومي حياني. ما معنى حياني؟ حياني هي واحد الكلمه بحال قلتي كان شحال هذيك استعطافيه وكيبكيو بها فيها النواح ديال المغاربه وحياني يا ميمتي كيبكيو بها يا ميمتي مشى ليا هذا وكذا فزادت ميمتي وحياني وبزاف ديال الحوايج ولاو فوق ميمتي حياني وكوكا عباد الله كلهم نفس وكوكا عباد الله حتى هي نفس حياني كتجي كاتيجوري يمكن عندها شي تعريف انا الاستاذه الاستاذه عندها هي عندها الشرح ديال الحياني عندها الاصل ديال التاريخي اول مره استعملت كلمه حياني شكون هو اول ما استعملها شكون هو دابا هي اللي جابت السؤال وعطاته لمميز صيفط لي باش يجاوب عليه لا لا حنا غنسولتك باش ما نديرو التوثيق تفضلي الاخت حياني كوره تاع العور زيد زيد لا ما كنلعبش الكره انا قلت لك كنظن حياني بحال قلت لي كتقول ياني من واحد فيها الم ياني جمله باديه كنظن ماشي جمله جمله باديه كنظن كنظن شوف اللي غايقول لك شي حاجه يعني حتى واحد ما كيمتلك المعرفه كامله ولكن مزيان يعني ياني صافي حق الله واه انتي كطير دابا كما كتعرف شدبا انت كما قلتهاش ليك غتيق غير غتيق ما عرفتش كنظن وهذا خاويه في عمرك وهذا اللوك هذا ديال شي معاه هو داير الاداره ديالنا كيفاش الاداره ديالنا هي هذه شكون الاداره اسلوب عنده اسلوب دابا انت زدتي عليك اعداء شي دا لا تعطلات هكا شي ورقه تفكر هاد اللقطه داكشي رمضان مبارك سعيد الى عيطوا لك الضريبه نهار اثنين تفكر هاد اللقطه هذه الو السلام عليكم السي حاجه مامور يخليك نشوفو كي دخلوا عندك بزاف ديال الحيانيات في ديك الاغنيه تخلصهم لا لا عيط لي هذيك الساعه انا نتكلم صافي الله يكبر بك لا كاينو ما كاينو كاينو ما كاينش باش ما غنعموش كاينو ما كاينش كاين الناس بحال هكذا وكاين الناس ماشي بحال هكذا والله يهديهم دابا انت ملي كتقول هاد الجمل كتجي تغرقني انا صراحه كاين وحنا ضاحكين اصاحبي واش من كاين ولا ما كاينش الصراحه ماشي كلشي الساحة معمر والساحة معمر هادشي راه ماشي معقول راه بصح اصاحبي راه بصح كاين ما كاينش الدنيا فيها كلشي ماشي كاين كاين مزيان كاين العيان حتى في المغنيين كلشي كاين المزيان وكاين العيان في المنشطين في الكويريه هادشي اللي كاين في الاعلاميين في الصحفيين في لي رابور كلشي في لي رابور راه هضرنا عليك ديك النهار مع مسلم انايا مزيان تصالحتوا اييه صافي تصالحتوا لقينا في الاستوديو وتناقشنا على ذاك المشكل صافي تناقشنا بخير ما كاين والو قلت له زعما ان الله غفور رحيم عادي ماشي كلشي كيغفر لي الله سبحانه وتعالى واخا ما كاين مشكل الدنيا صافي ما كاين مشكل وامي حياني ما دار بحساب العشره خلا فيا حسره وايلي على مكتوبي يجي يوم ونبرا نمحي من بالي مره وما يبقاش محبوبي شي الحاجه اللي باغي تحيد منك في مره بغيت تحيد شي قاعده شي عاده شي حاجه خايبه فيك شي بليه شي حاجه نحيدها في تمبليش ما عنديش بليه انت لا الحمد لله خويا ما بليت حتى شي حاجه شنو بالك فاش مبلي انا انت تكون مبلي بتنفيحة انت تجي معك تنفيحة لا تكون كتنفح انت ولا كدير الكالة لا دابا دير هكذا لا لا قلبوا الكابو انت باش مبلي عمو انا مبلي بالماء صاحبي قلبوا انا مبلي بالماء صاحبي انا مبلي بالضو انا شو والله عادي ما بصح هانتي واش حيت خادي واش حيت خادي كنجيبو شو حاتي مامور كنجيبو واحد 8 القرايه الماء الصباح ياك 8 ليكيب مع عرفوني التبليد بالماء كنشحطو كامل وليت كنجي كل واحد كيجي قرايه يحطو حداه فهمتي كنجي الصباح كنقرا واحد باقي 3 القرايه 4 ياك كنلقاهم داروهم في جيابهم حاجه مبلي تبليد بالماء زوينه انا ما عنديش غير بليه شوف انا جربت كل شيء اي حاجه تضحك البلاد جربتها ماشي كل شيء كاع عاوتاني وصلت كشي ديال ما كاينش جربنا ولكن البليه ما عنديش معاه حيت انا ما كنبغيش نكون ما كنبغيش نكون زعما ديبوندون شي حاجه
شي صوره خايبه مرتبط شي مرتبط شي حاجه زعما شي حاجه اللي غتلعب لي على الكانه ديالي فهمتيني انا ما كنبغيش زعما خاصني تنكمي ولا تنشرب ولا ما عرفتش غندير باش تكون الكانه ديالي مزيانه ما نقدرش نوصل لهذا النيفو هذا ما نقدرش فهمتي صراحه عندي باليد الماء وعندي باليد الجولف صراحه حاجه اخرى ثانيه فهمتي واحد دوزي دوز وقف شويه عاد جاو دوز واخويا شوف الله يعفو على اي واحد كيدير شي حاجه كضر صحته من هذا المنبر هذا وما خصك تسمعنا داك الشيء اللي درتي على البليه ويا صاحبي ما عندكش عندي 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 كاين ياك عندي انا عندي واعر داك الديسك فوالا واش شكرا ليك كوتش ميوزيكال لا كنت مفكر غير الكليب مازال ما صوبتوش اخويا ماشي مشكل تقدر سهله تدخل تصور شحال وصور شحال نصور بلا كليب اخر واحد هو هذاك داك الوقت اللي باش يتسالى هو باش هذه قبل ما رمضان ما يدخل زعما جلست سميتو مثلا عندك تهضر على الكاروج جوج دقائق وانت قدام الكاميرا عادي يتسالى مع هذاك اخر مع الديسك الكاروج ولا شعلو خليه هو اللي كيحسب الكليب مزيان هاي بون هاي تخي تخي الله حفدك اخويا حفدك حفدك شو كان فكره فكره ب 10 دراهم هذه الساعه نصوروها دابا هذه كاع محطوط حداك في الحيط غير بواحد وتي كونسيوما شوف غتعمروا بزاف ديال انا ما تكميش لا انا ما تكميش صافي ونبقاو نجلسوا حدا الكارو كيشعل كيسالي وحنا انت كتغني ندير بوحدي ولا بوحدي ولكن غيتبقى معاك غالي حيت ما غليتيش على الكارو علاش؟ قلتي ياك شتي قلتي ما عرفت شنو غنيت على غنيت انت الحشيش وكي غنجيبو الحشيش دابا غيتقام على الكليب غالي على حسب صافي ما نديروش فيه داك الشيء ما نديروش فيه داك الشيء صافي نمثلو كليب سينما صافي برمو صوب صوب شي واحد انت راه يصوب لك كليب هو وهذاك الشيء قلت انا ماشي هو صحابي صوت لي صحاب شي واحد من صحابي صوت راه شوال تخلع دير بحال هكذا ما عنديش صوت لي كيهضر على كليب انت صحابك انت ياك لا نعرفك كتهضر على الكليب كيفاش كتهضر على الكليب قلت لي صوت صوت شي واحد على الكليب لا الا سمعت الاغنيه الا سمعت الاغنيه غتعرف شنو معناها صاحبي عندك اغنيه الاغنيه نسمعها دابا الاغنيه نسمعها دابا الاغنيه نسمعها دابا دابا شنو نسمعها الاغنيه ديالك انتايا هادي هادي وما يبقاش محبوبي وبقيت كي شي اسوار مكتوبه بلا عنوان بابور ضايع في بحور يستنى لبر يبان جمله واعره جمله واعره هذا محمد المغربي واعر هادي وبقيت كي شي اسوار مكتوبه بلا عنوان بابور ضايع في بحور يستنى لبر يبان مجهده ايماج شي غني غير غير هاد الجوج هادو بركه صافي غادي بقات غادي عاود بحال بقات تعاود ويلا راح اللي نبغي اشنو يبقى ليا اللي بغى يحب نوصي ما يامن للدنيا وانا اللي قلت حبيبي عمرو ما ينساني وما ينساني وما ينساني ودار في اكثر من اللي داروا في عدياني مهمتي حياني وامي حياني الاغنيه نجاح كبير الاغنيه ديالك حاتم عمر نجاح كبير الاغنيه التعليقات في اليوتيوب غريبه وعجيبه كاين واحد السيد اللي قال لك بسبب هذه الاغنيه رجع لي حب عمري صيفطها في واتساب ورجعت المياه المجاريه شكرا حاتم شفتي هذا التعليق ولا شفتيهم شفت بزاف ديال راني في الطلاق يلا دازت الجلسه الاولى وقربت حتى انا نولي بلا عنوان كان ديما انا اللي رديتك مراه انا اللي لبستك وكلتك رديتك من بنادمه هذا عاود القصه كامله تنك شي اللي قالوا عاودتها واخا وانا ندبر وانا ندير ستوب لكل شيء سمحت له في كل شيء وغادي نبدا هذه البنت هذه كتعاود وغادي نبدا بالزيرو ودعيو معايا ربي يوفق معايا وما يتخلاش عليا خوتي راه ما عندي حد الله يكمل عليك بالخير امين هذه هي اللي كتعاود كان كيقول لها هو واخا هذه الاغنيه شبيهه بقصتي تزوجت بواحد ولد الحرام منصب عليا ولكن الله خد لي حقي ايوا الحمد لله الله ياخذ الحق في الظالمين انا هاد الاغنيه كتفكرني بصاحبتي كنت كنبغيها بزاف
ساعة غدراتني ودارت فيها أكثر من اللي داروا الأعداء ديالي. هذه كانت تكلم بنات جوج بنات مصاحبين توشاتني التعليق توشاتني وكاين بزاف ديال الناس كي قالوا لي شوف الصراحة حنا ما كناش كنحملوك ما كنبغيوكش والله أنا فرحت بزاف لي كومونتير شوف حنا ما كنتسنتوش ليك ما عندناش معاك ولكن هاد الأغنية هادي بدلت الرأي ديالنا وهذا شرف كبير شكرا كاع الناس اللي ما كانوش كيبغيوني ولا ما كانوش كيتسنتوا ليا وعجباتهم الأغنية ودخلوا يعني يشوفوا يعني الجديد ديال حاتم عمر شكرا لكم. ما كاين مشكل هادشي اللي زوين في الحياة الموسيقية في المسيرة في المسيرة الفنية الواحد هو أنه جمهور كيكبر طبعا ولا كيصغر صح كاين اللي كيكون ما كيكونش عنده معاك واللي عنده معاك وماشي ما كيكونش ما كيبغيكش غير وما كيكونش كيبغيك ماشي ما كيكونش ماشي كيكون ما كيبغيكش لا ما كيكونش كيبغيك كاين الفرق فهمتي انا ديما تسمعني مفلسف برافو عليك لا زوينه هذه الجمله انا كانوا كيقولوا لي شحال انت مفلس ولكن انا مفلسف ماشي مفلس فهمتيني زوينه هذه الجمله اللي قلتي دابا الا قلبتها هي نيت ما كتبقاش نفس المعنى ماشي نفس المعنى هي ماشي ما كانوش فهمتي عالمية؟ لا ما فهمتهاش هي ماشي ما كانوش كيبغيو فهمتيني ماشي ما كانوش كيبغيو ماشي ما كانوش كانوا كيكرهوا لا هما ما كانوش كيبغيو فهمتي لا عاودتي الجمله جوج مرات خصك تقلبها خصك تقلبها ياك هي ماشي ما كانوش قلتيها في الاول رجع السينتا رجعوا لي شنو الشيء انا كنت كنتفرج فيكم دابا كره حبست دابا انا فهمتي ما فهمتيش نعاود نسمع دابا ماشي ما كانوا ما كيبغيوش ماشي كانوا ما كيبغيوش هما ما كانوش كيبغيوه فهمتي لا علاش كنهضر معنا قالك دابا علاش كنهضر معنا بغيت نوضح لك انه ماشي هما ما كيبغيوش الارتيست ما كانوش كيبغيو يسمعوا ماشي ما كانوش كيبغيو يسمعوا لارتيست ماشي ما كيبغيوش لارتيست داكور دابا غنقول انا بلونغلي غتفهمها اتس نوت دي دونت لايك هيم بيفور نو دي ديدنت لايك هيم بس اتراجع اسكي باش واش عليك تسمعوا ليا مع الجمعه باقي ما كسكسو ما كلاش ما بغيتش ناكل كسكسو مع 7 الصباح المهم هذا البرنامج هذا ما عرفت فين غادي معكم نتوما اليوم غادي تكلموا مع كنزه تكلموا مع ساره تكلموا مع حاتم مع لمياء وانا اللي قلت حبيبي عمر